كنظن ان حسين عموته دار واحد دار هاد البريباراسيون هادي دار هاد الكونسونطراسيون هادي ماشي في الوقت ديالها، وكنظن بان واللاعبين باقيين ما واجدينش، باقي ما بادي لا بطوله لا والو، وهاد الكونسونطراسيون هادي ماشي في محل ديالها لان ما غادي تكون لا شامبيون لا والو. وكنتفاجئ بغياب احسن لاعب في البطولة اللي هو لاعب متولي اللي ما عيطش ما ناداش عليه ما كانش من ضمن لا ليست. بالنسبة لهاد لا ليست اللي دار حسين عموتة، أنا كيبان لي قرار متسرع، أنا تسرع بزاف، وفي الظرفية هذه اللي خرج فيها دابا جات شوية ما احنا غير مفهومة، وما عرفناش علاش بنا اشنو على علاش بنا على باش خدا هاد التشكيلة هذه. ولاحظت ان التشكيله فيها غير الناس ديال الرجاء وديال الوداد، واش البطوله الوطنيه الله فيها الرجاء والوداد؟ كاينين لعابه في البطوله، وعلى الاقل نمشيو للدوزيام ديفيزيون، والناس اللي في فرق اخرين ولا في بريمير ديفيزيون على الصعيد الوطني ما نبقاوش، حيت دابا ملي استعاد اللعابه ديال الرجاء والوداد بزاف، لان غايشت التركيز ديال المدربين اللي هما باقي مازال ما خداو، باقي الله هما في استعدادات، وما مفهومش انا ما مفهومش ليا علاش ركز على اللعابه ديال الرجاء والوداد بزاف، ولهذا خص اعاده النظر في هذا القرار اللي خدا الاخ حسين عموته. حتى بالنسبه انا ملي لاحظت في التشكيله ان كاين غياب ديال واحد مونور جو هو اللي هو محسن متولي، اللي هو قائد بمعنى الكلمه، اللي يقدر بالتجربه ديالو يقدر يعاون هاد الوليدات اللي كاينين دابا والصلم بر الامان، لان اللعاب عنده بما يكفي من التجربه افريقيه وعربيه، وكنظن ان الوجود ديالو كان خصو يكون مهم. انا بحكم ان الناس بزاف غيقولوا عامل السن ولا داكشي، ولكن التجربه تلعب الدور ديالها. هي بالنسبه للعابه ان ديال الفرق انهم حاليا بحال كتقول انهم ماشي مريبارين مزيان، ما موجودينش، واخا غيعيط عليهم المدرب وداكشي يعني ما غيكونوش موجودين، ولكن من الاحسن تكون واحد الفكره حسنه، يعني ياخذ المدرب انه الاخ ياخذ القرار ديالو، كيبقى القرار ديالو ماشي كيبقى القرار ديالنا حنا كوجهه نظر ديالنا، نعطيو بان المدرب يعيط يعني يخلي اللعابه في الفرق ديالهم يترينيو، و ميم طون كيعطي الكونترولاج ديالو كيكونترولي مرة يكونترولي اللعابه ويكونترولي ويفيزي مزيان ويشوف شي لعابه جداد ويشوف شي لعابه واعرين مزيان تكون عنده واحد الفرصه، و ميم طون راه هو خدام على ليكيب، يعني غتبقى مع الفرق ديالها كتريني، و ميم طون راه هو حتى هو كياخذ القرار ديالو على تيساع ملي كتكون شي بطوله ولا تكون عندنا شي دوري ولا يكون عندنا شي حاجه، الحمد لله كيكون عندنا ريباراسيون مزيان ديال اللعابه، هادشي اللي كاين. بادره طيبه مزيانه، لاعبين كبار في الرجاء والوداد ياخذوا نيت انسجام بيناتهم باش المنتخب يكون عنده واحد الدفعه جديده ثاني وقوه مع المنتخبات المنافسه، فهمت؟ خساره كبيره للمنتخب، لعاب كبير هذا حسين متولي، لعاب كبير، اي منتخب يتمنى يكون عنده لاعب بحال هذا هو اللي دابا النداء ديال حسين عموشه اللاعبين المحليين حسب التجمع انا قريتها في واحد الموقع الكتروني فهمتي، ولكن دابا على حساب البطوله باقا ما ديماراتش، دابا اصلا قال لك البطوله غديماري عاوتاني واللعابه غادي يحتاجوا من الفرق ديالهم الانديه ديالهم، باقا البطوله ما سالاتش وعلى حساب البريباراسيون فيزيك واش كاينه عندهم ولا ما كايناش، دونك هذا النداء هذا ماشي في المحل ديالو دابا، خلت تبدا البطوله بعدا وتلعب وهذه باش ديك على الاقل بعدا يستافدوا الانديه دابا من هاد اللعاب اللي نادى عليهم حسن عموته، وتتمنوا يكونوا خير، هادشي اللي بان لي اخويا. واخا ماشي تقني انا كمتتبع في نظري انه الفرق اللي عندهم اللي تشامبيونز ليغ وعندهم الاتحاد الافريقي انه من الاحسن بلا ما يستدعي اللاعبين ديالهم، وخصوصا الفرق اللي عندهم دابا المؤجلات اللي غادي يبداو في المؤجلات دابا. غادي نحيدوا ثمانيه مثلا من الواك، ثمانيه من الرجاء، ونحيدوا من اكادير، ونحيدوا من بركان، لا خليوا هذوك ما يخلي ذوك الناس يبريباريو مع الفرق ديالهم، وكاع من الاحسن كاع حنا علاش غادي نديروا هاد لي بريباراسيون كاملين؟ من الاحسن كاع هو نيت كاطار حسين عموته يمشي هو ينتقل للمعسكرات عند الانديه يشوف
واستشر مع المعدين البدنيين كي على قبل الكونديسيون فيزيك ديال كل لاعب في اللاحقه مع التوقف ديال هذه الجائحه ديال كورونا وداكشي يكون استشاره عنده مع المعدين البدنيين انه يكون لاعب يعطيه في اللاحق للمستوى ديالو البدني. اما المستوى التقني كل واحد معروف المستوى التقني ديالو. شكرا.